مكسب تاريخي، هكذا رأى الجانب الفلسطيني قرار المحكمة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية البت في ولايتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية للنظر في قضايا جرائم حرب مرتكبة من الجانب الإسرائيلي. الموقف الإسرائيلي والأمريكي جاء معترضا ومنددا، ولكن هل يكفي ذلك لمنع المحكمة من مباشرة عملها في هذه القضايا؟ نبحث في هذه الحلقة أيضا هذا القرار بتبعاته القانونية والسياسية، كيف يمكن أن تحمي إسرائيل شخصيات معينة من الاستدعاء أمام القضاء الدولي، وهل تستطيع السلطة الفلسطينية أن تجنب قادة مقاومين من مواجهة قضايا انتهاكات، وهو احتمال كانت المدعية العامة فاتو بن سودة قد ألمحت إليه. في إمكان إحدى كفتي ميزان المحكمة الجنائية الدولية أن تزن جرائم حرب في فلسطين. بات لأعين خبرائها النظر فيما اقترف، وقد امتد بساط الاختصاص الإقليمي إلى فلسطين ضمن حدود 67 والضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة. مزعج ومخيف ما ذهبت إليه المدعية العامة فاتو بن سودة، ففي فلسطين ما يردمه دثار الأيام من جرائم وانتهاكات. غزة بحروبها الثلاثة في 2008 و2012 و2014 بالأسلحة المحرمة دولياً، الضفة الغربية والقدس الشرقية بانتهاكات يومية من جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين وأراضيهم، ومشاريع الاستيطان والهدم والامتداد عبر كل اتجاهات البوصلة تشهد سماء التاريخ أنها فلسطين من يافا إلى غزة. ومئات الأسرى وضحايا الاعتقال الإداري المحرومون حتى من لقاح ضد وباء عالمي. جل تلك الملفات قدمتها السلطات الفلسطينية قبل سنوات للمحكمة الجنائية، لكنها أعيدت إليها. بابها حينذاك لم يكن فيه مدخل اختصاص لاستيعاب جرائم بحجم ما يرتكب على أرض فلسطين. ما أسعد السلطات في فلسطين أزعج إسرائيل ومعها الولايات المتحدة، ففيه ما يمكن جنيه من ثمار الإدانة. المدعية العامة فاتو بن سودة تقول إن بين يدي المحكمة دلائل على وجود جرائم، لكن الدلائل تحتاج إلى تحقيقات. الوصول إلى مثبتاتها في الداخل الفلسطيني لا يحلق في السماء، بل يسير على أرض تحكم القبضة عليها إسرائيل بكل أجهزتها الأمنية. يرى الناظرون للقرار بعين التشاؤم أن في وسع إسرائيل خلق عراقيل تمنع وصول رسل بن سودة إلى حيث يريدون، وهم يبغون الاستماع إلى ضحايا وتلمس دلائل إضافية. في يد إسرائيل أيضا مد الحواجز القانونية، وأمريكا المنزعجة من قرار المدعية العامة لها من أدوات الضغط على مجلس الأمن ما ليس لغيرها. وفق القانونيين، مجلس الأمن بموجب اتفاقية روما رقم 16 لها أن تحيل التحقيقات لمدة لا تقل عن 12 شهرا. بن سودة التي فرضت عليها إدارة الرئيس الأمريكي السابق عقوبات وانتقدت تعاملها مع حليفتها إسرائيل قد لا تجني كثير أدلة، ولا يرسم فريقها جزءا من صور الإدانة في جرائم بحق الفلسطينيين، وهي المتأهبة لمغادرة منصبها بعد 4 أشهر. ينضم إلينا من رام الله عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، ومن أوهايو عبر خدمة سكايب أيضا البروفيسور جوسيلينو كولاريس أستاذ العلوم السياسية في جامعة ويسترن ريفرز، وأيضا ينضم إلينا من لندن توبي كادمان المحامي في محكمة الجنايات الدولية وخبير القانون الدولي. أهلا بكم. أبدأ معك سيد حجازي من الموقف الفلسطيني من هذا القرار وما قاله تحديدا وزير العدل اليوم بأن هذا القرار مهم لأنه يترتب عليه أو تترتب عليه آثار قانونية من أوجهها تجسيد الشخصية القانونية لفلسطين أو لدولة فلسطين تحت الاحتلال، ماذا يعني ذلك؟ يعني بداية القرار هو محطة مهمة في نضال الفلسطيني المتواصل للوصول إلى مساءلة على الجرائم التي ترتكب بحق الضحايا الفلسطينيين على أيدي سلطات الاحتلال. وما تضمنه هذا القرار من عناصر أيضا أكد ما أكده القانون الدولي سابقا ومحكمة العدل الدولية فيما يخص أن إقليم فلسطين هو الضفة الغربية وبما يشمل القدس الشرقية وأيضا غزة، ولكن ما يهمنا في هذا القرار هو الإجراء القضائي الجنائي.
وهذا ما هو هام، وهو إتاحة الفرصة للمدعية العامة بعد استفسارها من الدائرة التمهيدية بالطلب بتحديد الولاية الإقليمية لإقليم فلسطين، وعليه ما يتيح لها ببدء التحقيقات، ونتمنى أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن. بالتأكيد القرار يمهد أيضا لمساءلة مجرمي الحرب، وهو معني بالأشخاص وليس بالدول، وأيضا يؤدي إلى ردع الجرائم المستقبلية ضد أبناء شعبنا، وهذا ما يمثل بدء هذا المسار القانوني في هذا الإطار. سيد توبي كاتمان، يعني القرار هذا اضطرت إليه كما بدا المدعية بن سودة، رغم أنها هي نفسها كانت تقول بأن هناك ولاية للمحكمة الجنائية وهو من اختصاصها النظر في قضايا من هذا النوع، لكن لماذا اضطرت لأن تحصل على هذا القرار وهو اليوم صدر بغالبية القضاة في المحكمة التمهيدية؟ Thank you. Well, شكرا first of all, لك. she did not, أولا or she was not required to request such a decision لقد كانت from the على حق بهذا الطلب، she had already set وهي out قد قد بدأت سلفا بالتواصل من أجل هذا الأمر، من أجل التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، ولكن بالطبع ولذلك نرى بأن هذه الحالة حالة حساسة، ولذلك فقد احتاجت إلى أن تحصل على قرار من الدائرة التمهيدية الأولى من أجل ذلك. والآن عندها قرار يمكن أن تستند إليه، ولذلك نرى أن هذه الخطوة خطوة مهمة، وهذا القرار قرار تاريخي. تمام. تمام سيد جوسلينو كوليرس، منذ أن بدأت فعليا بن سودة تبحث مع القضاة البتة في صلاحية المحكمة الجنائية، ويعني منذ أن بدأ هذا الملف في أروقة المحكمة، كان هناك موقف أمريكي واضح في عهد ترامب تحديدا، وكان هناك ما يشبه العقوبات التي فرضت على بن سودة وغيرهم غيرها من القضاة. هل ستواصل الآن بتقديرك واشنطن العرقلة بالطريقة نفسها لتمنع المحكمة من مباشرة النظر في هذه القضايا الآن؟ شكرا لكم على استضافتي. هنالك أمران، السؤال الأول هو إذا ما كانت إدارة بايدن سوف تستمر بالنهج القديم المعارض لهذا الأمر، ومن المحتمل أو لا نعلم إذا ما كان هذا الأمر سوف يستمر. الولايات المتحدة سوف تستمر بمعارضتها لأي شيء من هذا القبيل، وهذا الأمر قد يشمل محاكمة أفراد من حماس أو غيرها، أو من يهاجم الجنود الأمريكيين والإسرائيليين. إن موقف إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مشترك هنا، وأولها هو أن إسرائيل ليست دولة عضوا في ميثاق روما، ومن الواضح جدا أنه وفقا للبند 12 المتعلق بالاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية
طيب سيد جوسيلينو كولاريس، واضح بأن يعني لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة هما عضوان في المحكمة الجنائية، ومعروف الموقف الرافض وأسبابه ومنه ما ذكرت، وسنتحدث يعني لاحقا ربما عما إذا كانت إدارة بايدن سترفع هذه العقوبات أو تغير من طريقة تعاملها مع المحكمة، ولكن هذا الموقف الاعتراضي من الولايات المتحدة هل بتقديرك سيكون يعني اعتراضي بعرقلة لعمل المحكمة بتوفير حماية كما يقول الآن، يعني تقول التصريحات الإسرائيلية ستحمي أي شخصية إسرائيلية قد تستدعى أمام المحكمة الجنائية، إلى أي حد يمكن أن يذهب هذا الدعم الأمريكي لهذا الموقف الإسرائيلي؟ شكرا على السؤال. أنا أعتقد أن هنالك تغييرا، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعارض معارضة قوية جدا، أي الصلاحية والسلطة للمحكمة بالنسبة للاعتراض على ممارسة الاختصاص القضائي على هذه الأراضي. أعضاء في الجيش الإسرائيلي أو في الولايات المتحدة الأمريكية قد يكونون أهدافا مستقبليين للمحكمة الدولية. طيب. سأعود إليك سيد كوراليس في هذه النقطة. سيد حجازي، يعني ركزت في البداية على أن الموقف القانوني والموقف القانوني الجنائي هو يعني أولوية الآن باتخاذه من ناحية من وجهة النظر الفلسطينية، ولكن في الآراء الفلسطينية هناك أيضا رأي آخر يقول بالإضافة إلى الأهمية للجانب القانوني لابد أن نقرأ الجانب السياسي من هذا القرار للمحكمة الجنائية، لأنه يرسم كما يقول البعض حدود الدولة الفلسطينية بما قررته بولايتها على هذه الرقعة الجغرافية ضمن حدود 67. هذه المسألة محسومة أصلا من قبل المجتمع الدولي والقانون الدولي، وليست بحاجة إلى حسم من قبل محكمة جنائية دولية. لذلك أي محاولات لتسييس دور المحكمة نعتقد أنه لا يصب بمصلحة الفلسطينيين. نحن عملنا مع المحكمة منذ البداية على أساس القانون الجنائي الدولي وعلى أساس ميثاق روما وبشكل فني وموضوعي، وهذا هو أساس العلاقة مع المحكمة ويجب أن يستمر على ذلك. لا شك أن قرار الدائرة التمهيدية جاء ليؤكد ما أكد سابقا القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد، وهو أمر هام بالطبع لأنه يتسق بشكل أو آخر مع القانون الدولي، ولكن الأساس هو أن الإقليم الجغرافي الذي يحق للداعية العامة اليوم ممارسة التحقيق عليه هو إقليم دولة فلسطين الممتد من والذي يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك قطاع غزة، وهذا هو الهام بالنسبة لنا، وأن يبدأ التحقيقات هو ما هو مهم وما سنعمل عليه ونجتهد في تحقيقه كما وعدت المدعية العامة قبل طرح السؤال للدائرة التمهيدية بهذا الخصوص. تمام. سيد حجازي، فلسطين قدمت شكاوى للمحكمة الجنائية تتعلق بالاستيطان، بالأسرى، بالحرب على غزة عام 2014، وأيضا يعني جرائم المستوطنين. هل سيكون هناك أولوية لملف معين؟ هل الاستيطان فعلا هو الأبدى اليوم؟ وهناك من يربط بأن أيضا عمليات التهويد هي ترتبط بالملف الاستيطاني وهي بذات الأهمية، ربما البعض يعلق عليها أهمية أكثر أيضا. يعني عند هذه المحطة لا يمكن لفلسطين أن تختار تحديدا الملفات التي ستسير بها المدعية العامة. المدعية العامة ستختار القضايا التي ستسير بها، وأعتقد أنها نوهت إلى ذلك في إطار التقرير الذي قدمته للدائرة التمهيدية، وتحديدا مسألة نقل السكان دولة الاحتلال إلى إقليم المحتل إقليم دولة فلسطين، وموضوع التهجير القسري للسكان وهدم البيوت ووضع السكان في وضع يعني صعب لفرض
لفرض عمليا واقع يجعلهم يرحلون عن أرضهم. نحن بدولة فلسطين وأيضا بالشراكة مع المجتمع المدني الفلسطيني وأيضا عدد من الضحايا وممثلي الضحايا قدمنا النظام الاستعماري الإسرائيلي ككل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكل ما يرتكبه من جرائم تسعى أصلا لإحلال سكان محل سكان آخرين وإلى طرد وتهجير أبناء شعبنا، وكل الممارسات التي يمارسها سلطات الاحتلال في هذا السياق بما فيها القتل والتشريد وهدم البيوت وما يسمى بمنظومة الاستعمار الإسرائيلي المتواصل. ولذلك يعني الملف متكامل وللمدعية العامة أن تختار منه، ولكن نحن أيضا كممثلين للضحايا سنسعى إلى الدفع ببعض الملفات تحديدا فيما يتعلق بحملات الاعتقال المتواصلة ضد أبناء شعبنا والأوضاع التي يوضع فيها في سجون الاحتلال، كذلك استهداف الأطفال والقتل العمد وغيرها من القضايا الأخرى. تمام، قبل أن أعود إليك سيد كولارس أريد أن أتحول إلى سيد توبي كادمان. بأولوية الملفات وفق ما تراه المدعية العامة فاتو بن سودة، هل سيكون هناك أولا مباشرة سريعة بتقديرك، وعلى أي أساس ستبدي الأولويات بالنسبة للملفات؟ هل ما اكتمل التحقيق فيها أم هناك معايير أخرى أيضا؟ أعتقد أنه أولا علينا أن نفهم كما قال ضيفك سيكون الأمر مبنيا على ما ستقرره المدعية العامة وتضعه أولوية. هل ستنظر بمواضيع منفردة أم أنها ستبحث في الوضع العام؟ كما أنه من المهم أن نعلم أنها سوف تترك منصبها وتستبدل بمدع أو مدعية آخر، وهذا الأمر يعتمد على من سيتولى المنصب من بعدها وعلى ما سيحددونه. وقد تحدد سلفا بأن المستوطنات هي من المواضيع التي سوف تكون من الاختصاص القضائي للمحكمة والتي سوف تنظر فيها. وعلى الجانب الآخر سوف تكون الهجمات من طرف حماس على الجانب الإسرائيلي من الأمور التي سوف تنظر فيها المحكمة، وسوف تكون هنالك تحقيقات على الطرفين، ونأمل أن المستوطنات سوف تكون ذات أولوية. وأيضا قد تم تقديم مستندات إلى المدعي العام توثق ارتكاب جرائم من أجل التحقيق فيها وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومتابعة هذه القضايا، وبالنسبة لي أعتقد أن هذا ما سيعتبر أولوية. تمام. سيد جوسيلينو كولارس، اليوم هناك كلام في الولايات المتحدة فيما يتعلق بموضوع يعني العلاقة بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية، وكنت أشرت إلى أنه يعني كيف يمكن أن يغير بايدن من هذه العلاقة. هل يعني تعتقد أنه سيكون هناك أي شكل من أشكال التعاون، خصوصا وأن هناك ضغط على بايدن فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية أو على الإدارة الجديدة؟ هناك ضغط، وأيضا بايدن نفسه يقول نحن نريد أن نقود العالم من خلال المنظمات الدولية، يعني أم أنك ترى أنه سيكون بإمكان جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة أن تبقي الموقف الأمريكي على حاله الآن؟ أعتقد أن الموقف الأمريكي قد يتغير فيما يتعلق باللهجة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية سوف يبقى موقفها نفسه، وهذا الأمر يعتمد على أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب وما يقررونه وبناء على الوضع. وهذا
وهنالك إقرار بالحفاظ على القدس عاصمة الإسرائيل وإقرار بأن القدس هي عاصمة لإسرائيل. وهذا الأمر قد لا يشمل المحكمة الجنائية الدولية، لكن التغيير قد يكون بشأن أمور أخرى، الأمور المتعلقة بالهجرة وأمور التأشيرات السفر وغيرها. نعم سيد كولاريس، كنت أشرت يعني في الإجابة السابقة، أتيت على ذكر ما يشبه الموقف الإسرائيلي المتكرر بأن هذه المحكمة مسيسة وهذا القرار مسيس، وربما يعني أيضا هناك رأي مشابه في الولايات المتحدة لذلك، ولكن لماذا دائما التركيز على أن هذه المحكمة أو هذا القرار مسيس؟ في النهاية هذه المحكمة هي كيان قانوني دولي ينظر في القضايا التي تقدم من الدول الأعضاء، وفلسطين هي دولة عضو حتى لو كانت إسرائيل أو الولايات المتحدة يعني ليست في هذه المنظومة. أنا أقر بذلك، لكن قبل ذلك طلبت منك أن تسمحي لي بأن أتحدث قليلا. أن ضيفك تحدث على أن وجود الشعب اليهودي في الأرض المقدسة كما أنه وجود مستوطنين مستعمرين، وهذا الأمر غير صحيح، وهذا عمل يعمله الناس المعادون للسامية. طيب، والآن الجميع يقر بأن لهم حق في الوجود على هذه الأرض، ولكن الفلسطينيون يعني يقولون سيد كولاريس دع المحكمة الجنائية قانونيا تقر بذلك بما هو يعني يمكن أن يسيس، وهذا النزاع الطويل يمكن قانونيا أن يحكم بين المحتل أو المستعمر وبين صاحب الأرض أو حتى بين أي متنازعين. تعليق أخير قبل أن أتحول للسيد حجازي، تفضل سيد كولاريس. لا يمكن أن يكون الأمر كذلك، لأن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي القانوني هنا، لها ولكن مسألة الاختصاص بتتها المدعية العامة بن سودة. سيد كاتمان، لديك تعليق على ما أعتقد على هذا الموضوع، تفضل. لقد وضحت النقطة سيد كولاريس، دعني أسمع رأي سيد كاتمان في هذا الموضوع. شكرا لكم، لأنني أجلس هنا بشعور بالإحباط وأنا أستمع إلى فهم مخطئ كبير أو ربما سوء تمثيل للأمور. أولا، موقف إسرائيل من هذا الأمر غير مهم، وأن نقول بأن المحكمة الجنائية ليس لها اختصاص قضائي في هذه المنطقة أمر خاطئ أيضا، وفي الحقيقة فإن لها الولاية القضائية على هذه الأراضي، وسواء كانت هذه الجرائم مرتكبة من طرف الإسرائيليين أو الفلسطينيين فإن للمحكمة الاختصاص في ذلك. ونرى بأنهم دائما يحاولون أن يقولون بأن ليس للمحكمة اختصاص قضائي، واقتراح بأن كل شيء هو تمثيل لمعاداة للسامية أمر خاطئ، تمام، ولن يحل هذه المشكلة. سيد حجازي، هناك خشية أيضا يعني لدى الفلسطينيين بأنه ربما يكون هناك حسب ما قالت المدعية بن سودة جلب لقادة فلسطينيين تحت عنوان انتهاكات أو جرائم حرب أيضا. كيف هو الموقف يعني الفلسطيني رسميا من ذلك، وما هي الاستعدادات؟
سأجيب على سؤالك، ولكن اسمحي لي بداية طبعا أن تفضل. أوضح بعض الجوانب. بداية، إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية والتي كان الشعب الفلسطيني يحيا عليها لآلاف السنين، هو جاء بقرار من الأمم المتحدة وليس بأي شرعية أخرى، وأي شرعيات أخرى يمكن لأي أحد أن يعتد بها، وهذه ممكن أن تؤدي إلى تقسيم العالم بشكل مختلف عما هو عليه. لذلك لو يعني يسعفنا ضيفك الكريم ويحدد لنا ما هي حدود أو إقليم دولة إسرائيل الذي لا يعرف عنه أحد أين يبدأ وأين ينتهي، يكون مهم، لأنه لا نعرف. ولو أنا يسعفني الوقت سيد حجازي كنت سأحول له هذا صحيح السؤال، لذلك صحيح يعني صحيح، سأختم معك، ولكن تفضل. بكل الأحوال نحن نتحدث عن القانون الدولي، والقانون الدولي يضع حدود للدول وللحقوق، وحقوقنا واضحة، وحدود دولة إسرائيل بالنسبة للمجتمع الدولي والرأي العام الدولي، والذي يجمع على أن وجود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين هو وجود احتلالي استعماري على أرض دولة فلسطين، وهذه مسألة محسومة. وإدخال مسألة تمام اللاسامية هي ضرر، وتعيد تعود بالضرر على تمام سيد اللاسامية. حجازي، يعني سريعا مضطرة للمقاطعة فقط اسأل للحصول أنا على إجابة على سؤالي لو سمحت، اسأل تفضل. أنا سنقدم كل العون للمحكمة وسنتعاون معها حتى الأخير في كل القضايا التي ستفتحها، تخصنا أو لا تخصنا، تتناولنا أو لا تتناولنا. بالنسبة لنا هذا المسار بدأ وانطلق، والقطار ترك المحطة، ومجرمي الحرب يجب أن يستعدوا لمواجهة العدالة. شكرا جزيلا لك من رام الله السيد عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني. أشكر من أوهايو السيد جوسلينو كولارس أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاس ويسترن ريفرز، ومن لندن أشكر السيد توبي كادمان محامي في محكمة الجنايات الدولية وخبير القانون الدولي. مشاهدينا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.